الحدث مع أحمد القماطي. الفريق عبد الرازق النظوري رئيس الأركان العامة ورئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا أكد في كلمة وجهها مساء اليوم أن تجمعات الأفراح والمآتم ستوصلنا إلى كارثة صحية. كما أكد رئيس اللجنة العليا صدور توجيهات للجيش وللداخلية تقضي بإقفال داخل المدن من الساعة 3 مساء وحتى 7 صباحا مع احتمال أن تتخذ حزمة إجراءات جديدة بصورة تصاعدية. يأتي هذا التطور بعد أن سجل عداد كورونا ارتفاعا قياسيا للإصابات تجاوز حاجز 8000 وبعد أن حصد الوباء أرواح أكثر من 150 ضحية. تلك الأرقام على ضخامتها إلى أن الواقع يبدو أكثر قتامة. شهادات من أطباء رفضوا الإفصاح عن أسمائهم داخل المستشفيات الليبية في عدد من المدن بشرق البلاد إلى جنوبها وصولا إلى المنطقة الغربية رصدوا ارتفاعا مخيفا في أعداد الوفيات لحالات مصابة بأعراض أمراض تنفسية. بعض تلك الحالات المتوفاة لم يتسنى التأكد من إصابتها لنفاذ المشغلات حالات أخرى رغم أن كل الأعراض تشي بأنها لمصابين بالوباء إلا أن نتائجها كانت سلبية. هنا يطالب الأطباء ويحذرون أن الأمراض التنفسية في هذا التوقيت من السنة ليست طبيعية. يؤكدون أيضا أن فحص PCR عمليا هو قادر على التقاط ما بين 50 إلى 70% من الحالات المصابة. تبقى النسبة المتبقية موجبة يعطيها الجهاز سلبية. كورونا فيروس يقتلع دفاعاتنا الهشة ويتجه للانتشار وبغض النظر عن الأسباب وتقاذف اللوم على التقصير الفساد وانعدام الحس بالمسؤولية تبقى مسؤولية حماية عائلاتنا مسؤولية شخصية وتكمن وصفة النجاة في الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وتجاهل الأصوات الجاهلة التي تلوم على الملتزمين وترميهم بأسهم الاتهام بالخوف حينا أو بعدم الإيمان بالقضاء والقدر في أحيان أخرى. هنا يحاول الجاهلون إكساب تقصيرهم صبغة روحانية. أقول دعكم من هؤلاء، فمن يلومك اليوم لأنك لم تزر أو تصل لن ينزل معك غدا إلى قبرك. على الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم تلبية المناسبات الاجتماعية واحتفالات كورونا الجماعية.